ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال وفي افضل صحه. تعالوا نعمل النهارده حاجه حلوه كده، فاخر من الاخر، هتعجبكم جدا جدا، لذيذه قوي، سهله، مش هتاخد وقت خالص، يعني حتى الناس الكسلانه هتعملها بكل سهوله، حلوه جدا. يلا بينا نخش على الفيديو ونشوف الحلوه بتاعت النهارده هنعملها مع بعض ازاي. انتوا شايفين عندي دول كوبايتين من اللبن او الحليب على حسب ما كل واحد بيسميه، عندي كوبايتين، هضيف عليهم معلقتين من النشا او الكورن فلاور، هضيف كمان معلقة كبيرة من الكاكاو الخام الاسباني الغير محلى، هضيف كمان 3 معالق من السكر، والسكر هنا على حسب ذوقك. في المرحلة دي بقلب كل المكونات على البارد بالشكل ده. هرفع بقى كل ده على النار. رفعت المكونات بالشكل ده على النار، ببدأ ان انا اقلب فيها كده على النار، هنا بخلي النار وسط. في المرحلة دي هنزل بباكت من الفانيليا او رشة من الفانيليا مقطشة عشان بتمرر، هضيف كمان معلقة من الزبدة ما تكونش مليانة، وببدأ اقلب لحد ما الزبدة تدوب عندي. هنلاحظ مع التقليب ان القوام بدأ يتقل معايا. طب اعرف منين ان هي استوت؟ اول ما تبدأ تطلع فقاقيع، لسه الفقاقيع ما طلعتش يبقى لسه ما استوتش. بصوا بقى المنظر، بصوا القوام اتغير ازاي واللون والشكل اتغير ازاي. بصوا بقى في المرحلة دي هنلاحظ ايه، بصوا الفقاقيع اللي هتظهر، شايفينها اهي كده كده، هطفي عليها. ده كده القوام اللي انا محتاجاه، بصوا عامل ازاي. في المرحله دي انا طفيت النار، عندي هنا بسكوت اي نوع عندك حطي منه، عندي كان سوداني مجروش بدات ننزل بيه، مع المتاح عندك حطيه. يعني هنا البسكوت قطعته قطع ايه كبيره مش مكسره قوي، ببدا ان انا اقلب البسكوت مع الخليط ده كده اهو بالشكل ده. عايزه اقول لكم انتوا هتعملوها مش هتبطلوها، اي نوع بسكوت ساده اي نوع بسكوت متبقي عندك حطيه. وجبت هنا بقى كوبايات بالشكل ده، وببدأ ان انا احط بقى فيها الخليط بتاعي. بصوا بقى خطير. زي ما انتوا شايفين بدخله بقى التلاجة يسقع، ممكن نقدمه كده وممكن بقى نجرنش الوش بأي حاجة. هدخله بس يسقع الاول ونشوف بقى هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين ده شكل بقى الحلوه بتاعتنا بعد ما طلعتها من الثلاجه. عندي هنا صوص كراميل جاهز، كنت كلمتكم عنه قبل كده قلت لكم قد ايه هو حلو. ببدا ان انا افتح كده فتحه بسيطه، وببدا ان انا امشي بيه كده على الوش. ممكن تحطي اي نوع مكسرات موجود عندك، ممكن تستني عن الخطوه دي خالص. بصوا بقيت امشي بيه كده عشان هنا الكراميل بيفرد نفسه، شايفين المنظر، الصوص بيفرد نفسه كده بيريح كده، فبيبدا ان هو ايه يفرد نفسه لوحده كده. بقى حطيت الكراميل بتاعي، هحط هنا شويه من المكسرات، عندي ده كان بندق مجروش، ممكن تحطي زداني، ممكن تحطي شوكولاته مبشوره، اي بقى انواع انت حباها بقى ايه حطيها. عايزه اقول لكم شكله حلو جدا والطعم خطير، مش هتبطلوا تعملوه، ما بياخدش وقت خالص. ايه رايكم؟ شايفين المنظر، حاجه واو كده، جربوه قولوا لي رايكم فيه. ده كان فيديو النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم، استنوني في فيديو جديد وحلقه جديده مع نينا.